بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ازيكم يا أسرة خمسة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. النهاردة ان شاء الله هنحل تيست 13 من كراسة المعاصر التفاعلية، ونبدأ على طول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال: listen and circle، استمع وضع دائرة. الكلمة اللي بنسمعها في كل نمبر بنعمل عليها سيركل، دائرة. في نمبر 1 watch، الكلمة الاولى. في نمبر 2 drank، الكلمة التانية. في نمبر 3 waited، الكلمة التانية. تاني سؤال: listen and complete، استمع وأكمل. الكلمة اللي بنسمعها بنكتبها في النقط. عندنا ديالوج، حوار بين مان وجيرل. مان يعني رجل، جيرل يعني بنت. مان بيقول لجيرل: هلو، مرحبا، can I help you، هل يمكنني مساعدتك؟ ردت عليه وقالت له: yes please، نعم من فضلك. I am looking for the museum، أنا أبحث عن المتحف. is it far، هل هو بعيد؟ بعد كده رد عليها وقال لها: not really، ليس بعيد جدا. walk to blocks، تخطي عمارتين. and turn right، واستدير يمينا. بعد كده جيرل قالت له: did you say turn right or turn left، هل قلت استدير يمينا ام استدير يسارا؟ رد عليها وقال لها: turn right، استدير يمينا. it is on the left، انه على اليسار. بعد كده جيرل قالت له: thank you very much، شكرا جزيلا. بعد كده circle the odd word and replace it with a correct one، بنستبدل الكلمة المختلفة بكلمة مناسبة. number 1 buy، see، when، bed، كلهم verbs أفعال ما عدا bed، نعمل عليها circle ونكتب go. number 2 كباب، lemonade، chicken، beef burger، كلهم foods أطعمة ما عدا lemonade، نعمل سيركل على الليمينيد ونكتب ميت يعني لحم. نمبر 3 بلستر، ماذر، فاذر، سيستر، كلهم فاميلي ممبرز، افراد اسره ما عدا بلستر، نعمل عليها سيركل ونكتب براذر يعني اخ. نمبر 4 ليمينيد، فيش، تي، ميلك، كلهم درينكس مشروبات ما عدا فيش، نعمل عليها سيركل ونكتب كوفي. نمبر 5 ليمينيد، فيش، تي، ميلك، كلهم درينكس مشروبات ما عدا فيش، نعمل عليها سيركل ونكتب كوفي يعني قهوة. نمبر 5 ريد، سمر، سبرينج، وينتر، كلهم سيزونز اوف ذا يير، فصول السنة ما عدا ريد، نعمل عليها سيركل ونكتب فول، فول يعني الخريف. بعد كده تشوز، اختر. نمبر 1 هي از جيتنج ا هير كات، هو يحصل على قصة شعر. his hair is very long، يعني شعره طويل جدا. number 2 he went on a ride، هو ذهب لركوب لعبة في الملاهي. number 3 Ali didn't have lunch yesterday، بعد didn't لازم الفعل يبقى في المصدر بدون اي اضافات. number 4 she is going to sweep the floor، هي سوف تكنس الأرضية. بعد كده عندنا passage، read the passage and answer the questions، اقرأ القطعة واجب عن الأسئلة. everyone is busy today، كل واحد مشغول اليوم. منى's grandmother، جدة منى، is hanging up the clothes، تعلق الملابس على شماعة. the pets are in the yard، الحيوانات الأليفة والمنزلية في الفناء. eating their food، بيأكلوا طعامهم. منى's mother is doing the laundry، مامة منى بتغسل الملابس. بعد كده منى is in her bedroom، يعني منى في غرفة نومها. making her bed، ترتب سريرها. her sister هدى is sweeping the floor، أختها هدى تكنس الأرضية. her father is putting away the groceries، يعني باباها يضع سلع البقالة في مكانها المعتاد. بعد كده هير جراند فاذر، يعني جدها، is taking out the rubbish، يتخلص من القمامة. أول سؤال true or false. number 1 منى is sweeping the floor، منى تكنس الأرضية، طبعا false. number 2 يبقى أول واحدة false، خطأ. number 2 منى's جراند فاذر is taking out the rubbish، يعني جد منى يتخلص من القمامة، طبعا true. number 3 everyone is busy today، كل واحد مشغول اليوم، ترو. بعد كده answer the following questions، اجب عن الاسئله الاتيه. number 4 where are the pets، يعني اين الحيوانات المنزليه.
هنقول the pits are in the yard، في الفناء. Number four، what is Mona's mother doing؟ ماذا تفعل مامة منى؟ هنقول she is doing the laundry، هي تقوم بغسل الملابس. بعد كده rearrange ترتيب. Number one، let me help you mom، دعيني أساعدك يا أمي. Number two، I am looking for the museum، أنا أبحث عن المتحف. Number three، does Hiba draw on the wall؟ كده سؤال في زمن المضارع البسيط، يعني هل هبة ترسم على الحائط؟ بعد كده number four، what are you going to have؟ كده سؤال في زمن المستقبل، بيبدأ بكلمة استفهام. كلمة استفهام فعل مساعد فاعل، وبعد كده going to، بعد كده فعل في المصدر. يبقى what are you going to have يعني ماذا سوف تتناول. بعد كده look and write a paragraph of five sentences، يعني انظر واكتب paragraph من خمس جمل. There is a taxi، يوجد تاكسي. There is a man، يوجد رجل. بعد كده there is a girl، اللي في الصورة ديت انا شايفها بنت، فلو ولد هنقول there is a boy. طبعا هي الصورة مش واضحة، لو ولد هنقول there is a boy، انا قلت there is a girl. بعد كده they are happy، هم سعداء. هنكمل بقى جملة على البنت، the girl is going to visit a friend، البنت سوف تزور صديق أو صديقة. لو ولد هنقول the girl is going to visit a friend. بعد كده علامات الترقيم، الجملة الأولى ال H في how، ال A في Alexandria، وفي الآخر question mark علشان ده سؤال. الجملة الثانية ال A في Ali، ال A في أحمد كابيتال هتنزل زي ما هي، أبصرف في don't، وفي الآخر full stop. وبكده يا حبايبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم الشرح ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يوصلكم كل جديد. ولو فاتكم أي حاجة من الفيديوهات اللي فاتت ادخلوا على قوائم التشغيل اللي موجودة في القناة من فوق، واختاروا قائمة تشغيل سنة خمسة من كتاب المعاصر، وهتلاقوا عليها كل شرح الدروس وكل حل الأسئلة، سواء في كتاب المعاصر أو حل أسئلة كراسة المعاصر التفاعلية بالترتيب. وبرضو شغالة من كتاب بيت باي بيت، لو شغالين من كتاب بيت باي بيت ادخلوا على قائمة تشغيل سنة خمسة من كتاب بيت باي بيت، وهتلاقوا عليها كل الفيديوهات بالترتيب، سواء شرح الدروس أو حل أسئلة الدروس، كل حاجة موجودة في قوائم التشغيل. وبكده يا حبيبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.